اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نهنئ النساء الجزائريات كل عام وانتن بألف خير. لذلك اليوم صريح جدا اكيد موضوعنا راح يكون عن المرأة، تابعوا معنا. بمناسبة العيد للمرأة كوني متميزة، فإن العالم لا يحتاج إلى مزيد من النسخ، وفي شخصيتك قولي أنا أعرف جيدا من أكون، لست محتاجة لتقييم أحد، أعشق شخصيتي حتى لو كرهها البعض، لم أخلق لكي أبهر الجميع، يكفيني ثقة بنفسي، قوتي هي أن أدوس على وجهي تحت قدمي وأمشي مبتسما أمام كل من ينتظر سقوطي. وفي حياتك قولي لما أعاشر لن أغدر، ولم وعندما أخسر لن أندم، وعندما أبتعد لن أعود أبدا. هذه هي المرأة الجزائرية. كلمة للمرأة الجزائرية أو للمرأة كإنسان، أولا قبل كل شيء كرمها الإسلام، وجاء في القرآن سورة النساء، وهذا تكريم لها من عند الله سبحانه عز وجل. وكذلك في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مماته قال أستوصيكم بالصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، وأستوصيكم بالنساء خيرا ثم النساء خيرا. نقول للمرأة الجزائرية والمرأة المسلمة عموما نقول عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير وأنتن بخير، ونتمنى يديروا لنا عيد الرجل ثاني. أنا نرحم قبل على الشهيدة، ونحيي المجاهدة اللي جا لي بها اللي رانا مسقلين، ورانا الحمد لله باسكو الراجل دار كما نقول لك شارك في المعركة، ولكن حتى المرأة شاركت، والمرأة الجزائرية إن شاء الله تبقى واقفة بالرجال نتاعها، باسكو المرأة وحدها ما دير والو، ما نقولوش المرأة وحدها، لا المرأة تكون بقيمتها وبثقافتها وكما قال لك وتربي ولادها ان شاء الله. الله العظيم المرأة الجزائرية عندها قيمة والرئيس يعطي لها القيمة ما دام وعدنا، ونحيوه ونقولوا له شكرا. انا اقول كلمة في من جانب المنظور الديني، انه عندنا في الاسلام عيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر، اما المراه المسلمه فطول العام هي في عيد. الاسلام عززها وكرمها بالحجاب وبالستر، وخاصه اذا يعني كانت متزوجه وكان لديها رجل يعني يسترها وتكون حسن العشره والمعامله بينهما، فهذا في المراه على طول العام في عيد وليس لها يعني يوم واحد. عندي امي 87 سنه وزايده في 23 جانفي اللي فات، يعني 23 جانفي 1936. ربي يطول في عمرها ان شاء الله. امين. والان راهي في تمرست. المهم راهي في الجزائر على كل حال. وانا اصلا مانيش في الجزائر، المهم فتحيه كبيره 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 لامي. نقول لها تحيه كبيره ولكل الامهات، وحنا شعب جزائري يعني نفتخروا بزاف بالام، نفتخروا بزاف بالمراه، وهي سند للرجل. هي اسمها امراه، هي الدنيا، هي الحياه، هي كلش، هي مربيه، هي كلش. اللي ما يستعرفش بالمراه اسمها كانهم ماهوش انسان يعني. بلا العيد هذا، بلا العيد نحيي يعني المراه اللي منها هي كما يقول لك الام تاعي والاخت تاعي والزوجه تاعي والاخت انت يا الفضيله الكريمه. يعني المراه باش نحيوها ونهدوها لازم ماشي عيد. باسكو النبي عليه الصلاه والسلام قال لك يعني وجعلنا لكم مساكن من انفسكم، يعني المراه هي المسكن تاع الراجل، الراجل في حياه الدنيا هذه يحتاج المراه. باريزوم نحكي لك على روحي، انا سي ماري عشت شهور بعيد على مرتي، يعني واش نقول لك شهرين الاولى يعني كنت قادر كيفما قادر عايش كذا وكاع، من بعد فوق الشهرين خلاص عاود تبردت كلش، ما قدرت نخدم، ما قدرت خلاص اللي تمشي شغلت بلا لا ميموار بلا مخ. الرسول تانيك صلى الله عليه وسلم هدر في الحديث قال لك امك ثم امك ثم امك، تسمى ما كاش خير من الام. اه من يوم عيد المراه تحتفل مع الام ديالك؟ ماشي انا ماشي غير في عيد المراه نحتفل معك، دبا عليك كون خطاك صادفه بكش عفسه، صادفه بريحه، صادفه بكش عفسه غاليه. عيد سعيد للمراه الجزائريه وكل النساء، عيدكن سعيد مبارك، عيدكن سعيد مبارك بالنجاح والاخلاق، ثم الاخلاق والعمل الصالح والعمل الصالح، وشكرا لكم وشكرا لكم بالتوفيق بالتوفيق، وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر. عارفه ماشي انا غف ودك نصادفها بحاجه ما تصورهاش كاع. واليوم واش راح تهديها؟ والله ما والله مازال ما ديسيديتش نكذب عليك،
توني جيت هناك شما نلقى لها ولا ما بالكش ما نلقاكش ندخل كوسميت نلقى لك شما ريحه شابه ولا ونجيبها لها ان شاء الله نصادفها بها غدوه. واش تقولها دوكا في هذه الحصه؟ يما تحيا يما، عندي ما نقول لك يما نحبك. كلمه المراه احنا نكرموا المراه تاع الجزائريه وكلمه المراه المسلمه والله ومذكوره في سوره النساء هكذا. والمراه هذه لازم تكون في الجزائر عظيمه. احنا نحب المراه العظيمه ونحب مرتي. هذه لي ما ام سعيد ما قالني بعيد ربي يحفظك ليا الى كلش قلبي كلش كور. واش حبيت نهدي لها عينيا؟ واش حبيتي حق بيت ربي؟ انا نحب مرتي من الاخر، نجيكم من الاخر، انا نحب مرتي حبه فمن حبه كاريه فمن كاريه. احنا نهضروا على المراه المسلمه با بلوس، مور مسلمه خاطينا وخاطيهم. بمناسبه عيد المراه نقول ليما نقولها بون فات وربي يطول في عمرك ان شاء الله وربي يخليك لينا وكل نساء المسلمين بيان سير. بون فات وربي يطول في عمركم ان شاء الله وربي يخلينا ميمتي ان شاء الله وربي يحفظ جميع امه مسلمه ويعيد ان شاء الله. عيد هذا ماشي عيد مبارك نورمال مو خير عيد نورمال. بون فات للنساء تاوعنا هذوما والعقوبه ل 100 سنه ان شاء الله وميمتي ربي يخليك ليا ان شاء الله وربي يخلي لكم كاع عماتكم وميمتو الله يرحمها الله يرحمها. كلمه للمراه الجزائريه وكما حنا نقولوا النساء باش بالدرجه انا نفهم المراه هي مراه وليه توجو ويكون عندها دي قدر عند ربي عندها قدر وعند الراجل تسوى. وان شاء الله حنا نطلبوا من الناس في هذا عيد المراه نحبوا نديروا زعما العيد تاعنا. وقال لك اللي بيدو كل يوم عيده، احنا ما نسناوش غير عيد المراه اللي عندنا توجو عيد علينا على المراه تكون عندها في المستوى يكبروا بينا اولادنا اولاد اولادنا جيراننا نكبروا بهم ويكبروا بينا يتفكرونا نتفكروهم. ما نسناوش غير كما قال غير عيد المراه باش يطلعوا المراه. هذا واش نقول لهم ونتمنى لها الخير والبركه. وانا اهدي هذا العيد المراه لامي العزيزه وربي يطول في عمرها وخليها تاج فوق راسي ان شاء الله. بمناسبه العالمي للمراه اليوم دوك نشري لها الورده للمراه نفرحها ونزيد نشري لها ان بارفان والعجوز ماتت الله يرحمها كون مازالها يعني نروح نبوسها في راسها ونزيد ندير لها ان بارفان. وسورتو صح عيدكم كاع نساء سورتو لي زالجيريان. هذه كما يقول لك هذا عيد المراه اليما العزيزه وان شاء الله ربي يحفظها لي والعقوبه ليها 1000 سنه ان شاء الله ما تموت ليش. النهار منصتكم الاشهاريه، اختر منصتك لاعلان اشهارك. اول موقع اخباري في الجزائر، تويتر انستغرام فيسبوك يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.